السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم أجواء حارة تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض مناطق الكويت، مستمرة ويانا باكر عقب باكر، وذلك بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية اللي دائما تكون رياح جافة وحارة تؤدي لزيادة الإحساس بالحرارة. أما الآن أجواءنا في مدينة الكويت، سماء صافية، رياح شمالية شرقية سرعتها 17 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 46، الرطوبة النسبية متدنية نوعا ما 15، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلومتر. أما بخصوص التأثير الضغوط الجوية، لا تزال دولة الكويت متأثرة في امتداد المنخفض الهندي الموسمي اللي دائما يأثر علينا في هذا الوقت من السنة، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، تمركز بعض المنخفض الجوي على الخليج العربي يؤدي إلى استمرار الرياح الشمالية الغربية خلال يومين القادمين، ومن ثم يبدأ المنخفض بالتراجع ويضعف، تؤدي إلى تغير الكتلة الهوائية إلى رياح متقلبة الاتجاه، تزيد نسبة الرطوبة ابتداء من عطلة نهاية هذا الأسبوع. أجواءنا المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله أجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة متفاوتة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية. الرياح راح تكون بشكل عام غرب البلاد رياح معتدلة سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أما الأجواء البحرية راح تكون تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، كذلك ارتفاع الموج قد يصل إلى 5 و6 أقدام خصوصا في بعض المحادق الجنوبية من دولة الكويت، وهذا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة في صباح يوم الغد، راح تكون في أوائل الثلاثينات على بعض المناطق الصحراوية غرب البلاد، أما المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 34 و35 درجة مئوية، مدينة الكويت 34، شمال البلاد في منطقة العدل الزراعية 34 درجة مئوية. ابتداء من منتصف نهار يوم الغد راح تبدأ الرياح تشد تدريجيا، قد تصل إلى 45 و50 كيلومتر في الساعة، خاصة على المناطق الغربية والشمالية الغربية من دولة الكويت، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. الأجواء البحرية كذلك راح تكون مرتفع الموج في بعض الأماكن والجزر، خاصة المناطق الشمالية الشرقية من دولة الكويت. درجات الحرارة العظمى متوقعة في نهار الغد متفاوتة ما بين 44 على بعض المناطق الساحلية، كذلك مدينة الكويت 47، المناطق الصحراوية والغربية 46 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة إلى عالية الموج، ارتفاع الموج متفاوت أو يتراوح ما بين 4 إلى 6 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر بمشيئة الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:34، موعد شروق الشمس الساعة 5:05، موعد أذان المغرب الساعة 6:44 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 4 أيام القادمة بمشيئة الله، تستمر يانا الرياح النشطة في يوم الغد وكذلك يوم الخميس، مثيرة للغبار خاصة على بعض المناطق المكشوفة، درجات حرارة 49 الصغرى 32 درجة مئوية. ابتداء من يوم الجمعة راح تبدأ الكتلة الهوائية بالتغير وتتحول الرياح لرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تزيد نسبة الإحساس بالرطوبة على بعض المناطق الساحلية والجزر، متوقع أن تتفاوت ما بين 30 إلى 50%. درجات الحرارة متراوحة ما بين 47 و 48 درجة مئوية العظمى، الصغرى من 30 إلى 32 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، والآن أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.